مين دول؟ كانوا متظاهرين ولا من قوات الجيش؟ لا متظاهرين متظاهرين. انت شايف معانا التلفزيون ولا لا يا استاذ مجدي؟ نعم. شايف القناه قدامك دلوقتي قناه المحور فاتحها؟ لا انا مش شايفها. انت مش شايفها؟ اصل احنا قدامنا صوره دلوقتي ضابط بيتضرب من الخلف ماشيين وراه متظاهرين وهو لابس اللبس طبعا الميري وبيتضرب من الخلف والدم نازل من كل انحاء جسمه. ما اعرفش طبعا حضرتك بتقول مش شايف التلفزيون وشايفين كمان صور لعربيات جيش بتتحرق، ما اعرفش مين اللي حرقها كمان. حضرتك معايا يا استاذ مجدي؟